مرحبا، احنا في عملنا في قسم طوارئ بتجينا حالات كتير، منها حالات الاطفال. دائما الامهات بيجوا راكدين وخايفين ومرعوبين، ابنهم بيبكي مش عارفين ايش، بتقول لها شو صار معه، بتقول والله انا عم بسحبه بدي اطلعه بالسياره، صارت ايده توجعه. فاحنا عاده بنشوف الطفل، بنفحصه، بنشوف ايده شو هي، بنصوره، نتاكد انه ما في كسور شيء، نتاكد بعدين انه في عنده خلع بالكوع. هذا الخلع بالكوع بنسميه بالانجليزي بولد البو. عاده البولد البو يعني ارجاعه سهل جدا، بحوالي 5 ثواني ممكن طبيب الطوارئ يعمل هاي العمليه. وبنصح الامهات لما بدهم يحملوا اطفالهم او يحطوهم بالسياره او يحطوهم بالمصعد، انه ما يسحبوا ايديهم سحب، يحملوهم حمل، لانه هاي الحالات كتير مؤلمه للطفل وكتير ترعب الأهل، لأنه الطفل بيجي شديد البكاء والوجع، والأم بتكون ملهوفة على طفلها وتركض فيه على الطوارئ. وهذا وممكن هاني يتجنبها بهاي الشغلة، إنه عدم سحب الطفل باليد. المهم حمله، وبتمنى السلامة للجميع.